ناحي الأسلبي. الله الله والله لعب ما عليك جود يا أبو محمد. من تقصد بالشخص اللي تقول عنه أخاف لصير جنبه وطوفه؟ أنا قبلها أقول من هيبة ولا من زعل ما لي عظام، كل اللي ما ودك تشوفه تشوفه، واللي يتصادفنا على الشارع العام أخاف حتى أصير جنبه وطوفه، وهذه ممازحة مع أبوي الله يطول لي بعمره وخلي لك منتحة. هي اللي قبل شوي. الله 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 ما شاء الله، ظهر أن الناس أخذوها قبل أقولها. يا أخي كان السؤال هذا عليها قديم والله، والله يمكن قبل أسبوع كذا. لا وبالنسبة لقصص الوالد والله إنه كثير، وحنا والله ما نلحق جزاهم ومهما قصدنا، لكن هذا شيء. وبالنسبة بيني وبين أبوي كثير كثير يعني أكثر من أبيات. إيه نعم، وحتى إنه والله مشان إنه قال أبيات لكن العتب على السماعة، حنا عندنا سماعة هنا. إيه؟ والله إنه نجتهد عشان نفهم ونعرف الكلام. السماعة هنا مع إني كلمت الإعداد أكثر من مرة. إيه؟ بخصوص السماعة أحيانا يكون الصوت ما هو واضح. اي نعم ما شاء الله. مناح ابوك شاعر. الله الله ونعم والله سبحانه وتعالى. وجدك الله الله كلكم ما شاء الله شعراء. اي نعم من عائله اللهم لك الحمد. طيب شلون كسبتوها؟ والله شوف الشعر اتوقع انه يعني عاملين اساسيين، يكون مثلا بالبدايه يكون عامل وراثي، والعامل الثاني عامل انه تطوير الموهبه هذه. ايه؟ هي موهبه وراثيه. طيب العامل مع اقامه والله حلو خاص. آسف عطنا الكاميرا مقريب. آسف يا رجال. آسف يا أخي أنت حاول تكون ردودك معي لطيفة يا أبو محمد. أنا نمزح. رجال حالي هالحين وأطبخ وأقول إن شاء الله تنجح الطبخ. أمزح يا رجال. أيوة أي بالله. أنت الحين وش موهبتك؟ شو رأيك سوي معك لقاء؟ أنا سو دقيقة أخرج أنا اللوي من العلا. يوم أنا قدمت برنامج الواقع، كيف عرفت برنامج الواقع؟ برامج الواقعية كيف عرفت برامج الواقع من الناس اللي كانوا مقدمين عليها؟ يعني ما كنت متابع انت في البدايه؟ لا. ويوم اللي جيت قدمت؟ قدمت. كم مره قدمت؟ مرتين. لا مره يعني مره اللي هي بجنتل وما ما 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 كملت. طبيعي اذا انت كذا اكيد ما راح يقولون لك جنتل تبي جنتل. اوكي تجاوز هذا السؤال. يعطيك العافيه. تجاوز هذا السؤال. لا هو انا عييت قلت لا ما عاد ابي. اها انت أيه. عييت والثاني حاول تقنعني. انا شوف انا راح اصدق لكن حاول تقنع بندر انهم قدموا لك عرض وقالوا لك لا ما حاولوا يستقطبونك. ما قدموا لي. ها لا اقصد انا قدمت بعدين كنسلت. ايه عرفت شلون؟ ايه كويس. ايوه ليش يقدمون عرضهم؟ انا اكبر من شيء اسمه عرض. طيب انا يجيبون لي سياره خاصه طيران خاص. دقيقة أعطيك الوقت مع معين رجال لا تقاطعني. أبشر. عموما نجي للسؤال الثاني. أنت كم قضيت 90 يوم هنا؟ كملت كامل المدة ولا طلعت؟ إيه فعليك. إيه هذه على دفعتين. إيه هذه ما حسنا الإجابة فيها يعني. ويش؟ كملت 90 يوم؟ كملت 90 يوم. من مكاسب النسخة اللي قبلنا أنهم يعني خرجوا لنا ناس مثل عز الأسلمي وهباس و باقي الشباب صراحه هذا كانوا مكاسب. رايك؟ طيب عموما انا ما احتاج. انا شباب انا فوق دقيقه احنا نشوف. انا فوق انك انت تقيمني يا متسابق. توك مستجد السؤال وانا انك تقيمني. انا حاليا اسمع دقيقه. يوم انا قدمت موهبه التقديم. اي نعم. من ملهمك من الاعلاميين اللي تشوف نفسك يعني ملهم؟ من احلى السلمي الاول الثاني. بالنسبه للملهم في التقديم بندر العلي. اما محمد مناحي الاسلمي بالعكس ما اشوف انه. عموما هذا موضوع احنا نحاول نتجاوزه ما عندنا مشكله. ايوه حبيت الفكره انا شوي. طيب ابو محمد هل يعني عندك محمد ولا هذه كنيه؟ الا عندي. عندك؟ ايه. الله انا اقول ان الله يعينه. ليه؟ ويصبره ويحتسب الاجر. ليه؟ لانه انت يعني من كثر ما انت ايش ما تطول وش يلحق على طيبك يعني؟ وش يلحق؟ الله يسلمك. ما يلحق. اي نعم. الله. طيب اخ يعني وش اول شعور شعرت فيه اول ما خرجت من هذا من بالنسبه من البرنامج؟ شوف طال عمرك هو الموضوع وش اول شعور شعرت فيه اول ما طلعت من البرنامج؟ ايه نعم. صح؟ ايه؟
وش الشعور طالع من برنامج؟ وش الله اكبر يعني ما يحشونك فراق اخوياك يا رجال؟ طلعنا قد قبلنا سكننا في فندق واحد. حلو. اي يعني انت على بالك انه طيب. اكثر برايم ضايقك؟ اكثر برايم ضايقني اوه يوم وقتها حطوا حاتم حربي ومتعب منيف اخر اثنين وطلعوا متعب منيف. رفعتها في الشارب وطمنتها في اللحيه. ليه؟ ايوه يعني كانوا خيارين صعبين بالنسبه لك. لا انا كنت ابي حاتم يطلع. لا كذا تزعلنا منك. ليه؟ لان حاتم كان صديق عز الاسلمي. ده وش اسوي لك انت ولعبك؟ لا يا اخي المفروض كذا ببدل الاجابه. دقيقه نطلع فاصل واجيك خل اشوف. ليه؟ اجيك لا تروح اجيك. دقيقه يا اخوان انا اكلتها الحين. ايوه فاقول لك عرفت شلون؟ كم باقي يا؟ انا بديت 40 صح؟ باقي 13 دقيقة. انا 34 صح؟ كم راح؟ الحين 41. يا عيال باقي ما بقى شيء يا شباب.